شوف إلى قبل مباراة اليوم يعني الواحد قلقان أخي، مجموعة صعبة وأول صفقة مع الأرجنتين، يعني ذولي لو على الواقف بتكون مباراتنا معاهم عجب. لكن اليوم والله صراحة مع مباراة كرواتيا لا، الأمور شوية أنا بالنسبة لي بديت أتفاعل. كيف؟ أول مشكلة موجودة عند المنتخب السعودي أنه المنتخب السعودي دائما مع المباريات الكبيرة واللي يكون فيها تحديات وإيقاع سريع وضغط، بعد الدقيقة 60 تعيش أنت. تذكروا دائما الأهداف اللي جت في مرمى المنتخب السعودي في أغلب مشاركات الدولية 60 65، اللعيبة خلاص اللياقة تنتهي، التركيز يقل وتجيك الأخطاء الفردية عاد. اليوم لا، إلى الدقيقة 80، يعني معناته في 20 دقيقة رفع فيها المعدل اللياقي للاعبين، يعني تتكلم عن نسبة 30%، معناته المعسكر أبو ظبي كان معسكرا ناجحا، إنه قدر المنتخب السعودي إنه يرفع مستوى أداء أو مستوى تركيز اللاعبين. طيب جانب آخر، إيقاع اللعب، يعني أنت شفتوا اليوم المنتخب يلعب بسرعة في كأس العالم، ما في وقف يا كابتن على ما أرفع لك وعلى ما وغلطة، ما في مجال للغلطة، كله مركز. فأعتقد مباراة كرواتيا اليوم رغم أن يعني خسرنا، لكن يعني نقول ها والله إنها يعني كانت تدعو للتفاؤل قبل مباراتنا مع الأرجنتين. باقينا يوم 22 وإحنا الحين رايحين على 16 نوفمبر، بكره 17، يعني باقي لنا كم يوم؟ 17 18 19 20 21، 6 ايام. اعتقد ان المنتخب معقول، ممكن يحدث شيء، ممكن يقدمون مباريات جميله، لايقاع اللعب عالي، سرعه نقل الكره، اللعيبه ماخذين العمليه في جديه، باقي لنا شغله وهي تسجيل الأهداف. وهذا يدعوني أني أطالب الحقيقة أول شيء مقام وزارة الرياضة، بما أنها هي اللي تمول، والاتحاد السعودي لكرة القدم اللي هو يدير اللعبة، ومعه طبعا رابطة دوري المحترفين. أتمنى بعد نهاية مشاركتنا في كأس العالم أن يدرس موضوع اللاعبين الأجانب بعد ما تنتهي البطولة، نشوف نتائجنا كيف، إيش وضعنا، والله يدرس الموضوع بشكل فني، يعني مش إداريين يدرسونه، فنيين، سواء من الداخل أو من الخارج، واتحاد القدم يسوي ورشة ويدرس الموضوع بموضوعية، يعني ما تأخذها مكابرة، لا أنا قلت 8 يعني 8، لا ما هي كذا، ندرس الموضوع. إذا والله لقينا أن النتائج الإيجابية التي ستتحقق في بطولة كأس العالم في قطر كبيرة، والله نكمل. والله وجدنا أن عندنا مشكلة واضحة جدا في الجانب الهجومي، وهي واضحة يعني، بس خلنا نقول يمكن تتعدل الأمور في كأس العالم، أنت محتاج هدف في المباراة يعني. والله إذا وجدنا أن عندنا مشكلة هجومية واضحة جدا، أتمنى أن يعاد النظر في العدد. ما نجي نقول لا إحنا رايحين لتسعة وبنخلي اللعيبة كلهم أجانب، ما هي مش كذا، أنت ما لا يمكن نصنع دوري وندمر منتخب. إذا قدرنا نحتفظ بالثنتين هذا شيء جيد، إحنا حتى الآن تأهلنا لكأس العالم، منتخباتنا الأولمبية جيدة جدا، قاعد تحقق نتائج، الأمور طيبة حتى الآن. بس كأس العالم، لأنه بالتأكيد إن إحنا مشاركتنا في كأس العالم مش كل مرة راح نشارك، ها يعني في 2022 روحوا استمتعوا، بس في 2026 ما في استمتعوا، 2026 لازم يكون لنا بصمة، في 2030 راح يكون في سقف عالي، ف لازم ندرس موضوع عدد اللاعب الأجانب بهداوة، نشوف وين المصلحة وإيش الإيجابيات والسلبيات، إذا والله الإيجابيات أكبر نكمل، والله لقوا في سلبيات نخفف شوي، ما فيها شيء، مو معناته ان كنا ماشيين غلط، جربنا كذا سنه، يا ريت يؤخذ الموضوع ب يعني برويه وبتأني وبشكل علمي. نبدأ الحلقه بالعناوين.